السلام عليكم. السلام ورحمة الله. انت شو اسمك؟ والله اسمي كرار. بالليل او بالنهار؟ لا والله بالليل. بالليل زين. انت تشرب سجاير؟ اي. ايش كنت تشرب يوميا؟ يوميا 8 تكات 6 تكات. 8 تكات. اي. شنو سجايرك؟ والله اشرب هاي البيسي. ايسي. زين انت تشتغل؟ والله اشتغل فيتر. ايش كان صار تشتغل فيتر؟ والله صار لي بال15 سنة. صار 15. ايش كذا عمرك انت؟ انا عمري 30. عمرك 30. زين انت صغير ايش تشتغل؟ كنت اشتغل والله. انت تدرس؟ اي. بيأسف بالخامس. بالخامس. حاليا انت بالخامس. نعم. عمرك 30. ايه. عمرك ايش قلت لي؟ 30. 30 صف الخامس. ايه. اقول لك انت هم اشتغلت في تريلا؟ ايه. جبتها من البصرة للناصرية للسماوة للعمارة للكوت، يعني طلعت فيها واي وكل شي بشتغل. فار الدنيا فار. ايه. ايش تشتغل تهريب؟ ايه. ايش تهرب؟ والله دقاير. دقاير؟ اي. انت دقيق كله على الدقاير، ليش؟ ها؟ ليش كله دقيق على الدقاير؟ اقول لك انت تسبح لي؟ اي هواي اسبح. ايش قد تسبح؟ بالشهر النوبة. بالشهر النوبة؟ اي. هواية تسبح؟ اي. زين يعني زين. تعرف السوق يعني قلت لي؟ اي اعرف. خوش حتى ينطق سيارة. ايه. خوش تشتغل بيها هذا التاكسي؟ والله اشتغل اذا صغير اشتغل بيها تاكسي، واذا كبيرة اطلع افطار اصعد عبرية. اقول لك انت متزوج؟ ايه. عندك اطفال؟ عندي 9. شنو ولد؟ لا 4 بنات و5 ولد. 4 بنات. وين هم حاليا؟ هسه حاليا واحد بامريكا، واحد بأوروبا، واحد بأرفيل، واحد هيت بالخارج بتركيا. والبنات وين؟ واحد بالأردن. البنات اثنيناتهم بالخارج، يعني بشسم يعني عندك 2 بالخارج. اي. واثنين انه وين؟ واثنين يعني هيك على أرفيل، يعني قعدات يم سليمانية. يعني يشتغلان؟ اي. ها يشتغلان. شو يشتغلان؟ يشتغلان فد مهندسات. مهندسات. اقول لك انت تشرب نرجيله؟ اي والله. ايش قد تشرب يومي؟ يومية 7 6 نرجيله. اي. 7 نراجل 6 نراجل. اي. زين انت هم تطلع ويا ابوك. وين هسه ابوك؟ بيتر. ابوك شو يشتغل؟ ابوي يشتغل يعني هيج. ابوك ايش قد عمره؟ ابوي عمره 25 سنة. وانت ايش قد؟ انا 30 سنة. واعرفكم يعني المعسل اللي اشرب النرجيلة بالبطيخ بس جايف. اقول لك. قول برتقالة. كم بربراتة. برتقالة. كم بربراتة. برتقالة. كم براتة. قول نص اخمص. نص يعني شو اسمه. ما تقدر تقول انت شنو؟ ما تقدر؟ لا اقدر بس وي. بس 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 بس. شنو هي؟ بس 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 بس. نص اخمص. بس بس بس. هاي شنو هذا المحبس بيدك؟ هذا هيك والله اشتريته بمليون ونص. هذا المحبس اشتريته؟ اي هذا وعوله. شنو هو هذا؟ هذا كان هذا شلون السحر اذا تقول الواحد هيجي تفجر بمكانه انت يصير رماد. اياب. زين مو الرماد شو يصير؟ الرماد يصير على شكل جقارة. انا اسوي جقاير هيجي واسوي جقارة ولسه. اريد بضل خبرة واحدة من خبراتك اللي تسويها. شن صار شن
اسويها. عندي اقوى شيء برغ من افتحه واشده، اقوى شيء عندي. يعني اقوى شيء عندك اذا ردت تسوي شغله تفتح برغوش؟ اي هذا اقوى شيء. زين انت عندك بيت؟ عندي بيت، قصر عندي مو بيت. اه والله. كبرى يعني جد، يعني طوله 60 كيلو متر وعرضه ايش قد؟ وعرضه 20 كيلو متر. ها هاي ايش باني بي انت؟ باني بي قلت لك هاشي بسحب قلبك واشتهي تقعد بي سوالي. زين انت شنو كاشي شنو حب قلبك واشتهي؟ زين انت زارع بي زارع؟ ايه زارع. ايش زارع؟ زارع كشو كلاشي يعني؟ وريد على حرمي على رمان على خوخ برتقال برتقال على باشين على نعناع ريحان هاي الخضروات نبدي بيها. ها رشاد ايه كرافويس خوش اجيل خوش بعد هذا ما الدول ما سجل سجل سلق سلق ايه النوب ايه وعندي عنده بستان. ايه بستان يعني من بستان ترى تقول بستان. زين انت ايش تقول لهذول راح يشوفونك بالفيديو؟ اقول لهم شلونكم اخواني العزيزين؟ ايه اتمنى عجبتكم الحلقه. خوش اوكي اريد لايكات مشاهدين، واذا عجبتكم الحلقه انزلها النوب اسوي لكم يعني فيديو ثاني وانزله. اقطع